بطلب من العراق اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامية. سويت تتنصل من خارق القرآن وبغداد تتحرك لاسترداده. تدخل من خلالها مواد مصنوعة، الكشف عن 20 منفذا في كردستان ومطالبات ببسط السيطرة المركزية عليها. ينذر بصيف جاف، نفوق ملايين الأسماك في ميسان. مرصد بيئي ينتقد الحكومة تاركة الأمر بيد السماء. تراجع نسبي لأعمال العنف في فرنسا، والسلطات تحظر التجوال الليلي في 20 مدينة لاحتواء الاحتجاجات. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات عقب حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد. ويعقد الاجتماع الطارئ بدعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية وبطلب من العراق. ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع إجراءات منظمة التعاون الإسلامي لرد على الأعمال المسيئة للإسلام وتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف. هذا وأكدت السويد تكثيف جهودها لمنع أي تهديدات جديدة لأمنها مرتبطة بأحداث حرق المصحف. بيان للخارجية السويدية ذكر أن حرية التعبير تتمتع بحماية قوية، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة تدعم كل رأي يجرى التعبير عنه، مشيرة إلى تكثيف الجهود لمنع أي تهديدات جديدة لأمن البلاد مرتبطة بأحداث حرق المصحف. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق سعيها للتنسيق مع الحكومة السويدية لاسترداد حارق القرآن الكريم وضمان عدم تكرار هذه الحادثة. وأشارت إلى أن تكرار حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم تقف خلفها جهات لا تريد الخير والسلام للإنسانية، مؤكدة أن الهجرة والمهاجرين سيكون لها موقف من خلال التنسيق مع الحكومة السويدية لاسترداد الشخص المطلوب. تتواصل الإدانات الشعبية في الشارع العراقي بمختلف عقائده ودياناته لحرق المصحف الشريف، لكن للنجف الأشرف خصوصية في هذا الأمر، إذ شهدت المحافظة تظاهرات شعبية منددة لحرق القرآن الكريم. نتابع هذا التقرير. ليست هي المرة الأولى التي يتم التعدي فيها على مقدساتنا الدينية، ولكن هذه المرة على يد شخص من أصول عراقية وبغطاء رسمي من الشرطة، حيث قام بحرق نسخة من القرآن الكريم على مرأى ومسمع العالم أجمع. الشارع العراقي لا سيما النجفي استنكر هذا الفعل المشين الذي تندى له الإنسانية جمعاء، إذ عبر رجال دين عن موقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف لهذا الفعل. المسلمين لديهم، وخصوصا نحن في نجفنا الأشرف وفي تشيعنا، لدينا مرجعية حكيمة سديدة مباشرة جعلت النقاط على الحروف. الأمم المتحدة عليها أن تتابع ويكون لها خطوة جادة في مثل هكذا أحداث، أن يكون لها خط واضح، أن يكون لها موقف واضح. الديانات الأخرى لابد أن يكون لها موقف. الأوساط الشعبية النجفية ردت على هذه الممارسات التي تكررت عدة مرات عبر خروج المئات في تظاهرة لنصرة القرآن وحرق علم المعبر عن المثلية. احترام القرآن واحترام الدستور الإسلامي هو تعبير عن رأي الشعوب العالم وليس عن الإسلام بس. يحرقون القرآن يريد يخلون العالم كله رجعية وخلفيات عقلية
ما تتعالج ومعبر للمثلية. المواقف الرافضة لحرق نسخة القرآن تعدت إلى المواقف السياسية الرسمية الرافضة والتي عبر عنها مسؤولون حكوميون، أمر يرى فيه المراقبون توحيداً للموقف العراقي بكل طوائفه ضد المواقف العدائية التي تظهرها بعض دول الغرب للشريعة الإسلامية السمحاء. نستنكر هذه الظاهرة حرق المصحف الشريف، وقد تكررت عدة مرات، ولذا نطلب من الجهات المسؤولة على مستوى العراق والدول العربية والمنظمات الدولية أن تقيم دعوة على هذا الشخص ومحاسبته، لأن تكررت عدة مرات في نفس الدولة، هي دولة السويد. وكانت الحكومة العراقية قد استدعت السفير السويد في البلاد وسلمته استنكارا رسميا لحرق نسخة القرآن الكريم تحت غطاء حكومي بذريعة حرية التعبير عن الرأي. تحسين الشيخ، الرابعة، النجف الأشراف. إدانة عربية ودولية متواصلة لجريمة حرق المصحف الشريف تأتي بالتزامن مع الاهتمام الكبير برسالة المرجعية الدينية العليا السيد علي السيستاني من الأمين العام للأمم المتحدة. كل هذه التفاصيل نستعرضها في سياق هذا التقرير. السلام عليكم. بتصرف مارق استهدف مشاعر ملياري مسلم حول العالم حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم التي أقدم عليها أحد العراقيين في السويد وبإذن سلطاتها الرسمية، تستمر ردود الأفعال بشأنها. حادثة دفعت الكثير إلى استنكارها وإدانتها، ولكن ليس كإدانة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله، فقد خطبت رسالته من هو أهل لها وهو الأمين العام للأمم المتحدة، وطالبت بإعادة النظر في تشريعات الدول التي تسمح بوقوعها تحت ذريعة حرية التعبير، كونها بعيدة كل البعد عن ذلك، بل تمثل اعتداء صارخا على مقدسات المسلمين. رسالة مدوية تجسد قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لتحقق أولى رجعات الصدى لهذه الرسالة عن طريق الأمم المتحدة وأمينها العام الذي بيّن تسلم رسالة المرجع الأعلى مع بيان تقديره العالي لجهوده، كما بيّن إنه بصدد إعداد رسالة جوابية بهذا الشأن. أما للفاتيكان فرد صدى ثاني تمثل بإدانة التطاول على المصحف الشريف في السويد، كونه إساءة للمسلمين في العراق وخارجه، وعرض لقيم المسيحية المنصوص على أو الناصة على تبادل الاحترام والتعايش السلمي والأخوة والإنسانية. فيما كان اعتذار السويد عن حادثة حرق المصحف ورجع الصدى الثالث لهذه الرسالة، إذ أعلنت وزارة الخارجية العراقية إن نظيرتها في السويد أعربت عن عميق أسفها حول هذه الحادثة، وترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة. إلى جانب المواقف الرسمية، حظيت رسالة مرجعية النجف الأشرف بتأييد شعبي داخل العراق وخارجه لما فيها من روية وعقلانية في معالجة الأمور وفق حكمتها المعهودة. أما ضمن مستجدات هذه الحادثة فهو مطالبة وزارة الخارجية العراقية للحكومة السويدية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق حارق القرآن الكريم. ردود فعل غاضبة لموقف السويد بالسماح لأحد المتطرفين بحرق نسخ من القرآن الكريم. مراقبون أشاروا إلى أن تكرار مثل هكذا أعمال تحت غطاء الحرية أمر يغذي الكراهية في مختلف الدول. ردود فعل دولية غاضبة ورافضة لموقف السويد من السماح لأحد المتطرفين العراقيين فيها بإحراق نسخة من القرآن الكريم، من ضمنها الموقف التركي، حيث وصف الأمر بالغطرسة الغربية. جاء ذلك على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مقدس كتابımız قرآن الكريم'e yönelik
سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة أعداء الإسلام بحزم، وعاجلا أم آجلا سنعلم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية. يوما بعد آخر يتصاعد خطاب الكراهية الغربي ضد المسلمين تحت غطاء ما يسمى حرية التعبير عن الرأي، فواقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في أوروبا تكررت مرتين خلال العام الجاري. وعلى المستوى الشعبي في تركيا عبر الشارع عن استنكاره الشديد للانتهاكات المتكررة تجاه الإسلام. كما تعلمون أن السويد تريد أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي، أنا متأكد من أن حادثة إحراق القرآن الكريم ليست من صالح السويد لأنها حادثة بشعة وستؤثر بشكل سلبي على قرار تركيا في موافقتها على انضمام السويد إلى الناتو. منذ نحو عام تنتظر السويد موافقة تركيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن جريمة إحراق القرآن الكريم والإساءة لكل المسلمين في العالم تسببت بخلاف جديد بين أنقرة وستوكهولم، ولا يبدو أن هذا الخلاف سيحل قريبا. غدير الحسن، الرابعة، إسطنبول. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل إزالة التعقيدات الكثيرة التي اعترضت مشروع مدخل بغداد الموصل. السوداني وخلال زيارة إلى موقع مشروع تطوير مدخل بغداد الموصل أكد أهمية الالتزام بالتوقيتات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع بما يعكس الوجه الحضاري لبغداد. كما شدد السوداني على ضرورة إزالة التعارضات عن مسار المشروع أيا كانت أسسها ومنشأها وحسم الطرق البديلة لسير الشاحنات. مشاريع استراتيجية واعدة تنتظر التنفيذ في البصرة حال وصول أموال تنمية الأقاليم المخصصة بالموازنة، لكن سطوة المتنفذين في المحافظة زادت مخاوف المواطنين من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين. البصرة تستعد لاستثمار الأموال ضمن تنمية الأقاليم الممنوحة لها بالموازنة. يقول محافظها إنها ستستهدف مشاريع استراتيجية كتحلية مياه البحر والطريق الحولي للمدينة، بالإضافة إلى أخرى للبنى التحتية للمناطق غير المأهولة للسكان. هذه الموازنة تعتبر جيدة لمحافظة البصرة. تركيزنا الأهم يعني احنا كحكومة محلية على مشروعين استراتيجية مهمة، الحمد لله اللي سمعناه من السادة النواب انه ضمنت ضمن الموازنة لمحافظة البصرة، هو مشروع تحلية مياه البحر وطريق الحولي اللي يكون يفتح مدن جديدة في محافظة البصرة ويفك الاختناقات للمدينة. هذا الموضوعين لهم. الأخرى تباعا نفس الخطة اللي مرسومة للبنى التحتية وكل ما يحتاج المواطن لخدمة هذه المدينة. غياب مجالس المحافظات ووفرة الأموال تثير القلق لدى المواطنين خوفا من ذهابها إلى مشاريع مركزية أو استغلالها من قبل المتنفذين وعدم السيطرة عليها. هنا يأتي دور 25 نائبا عن المحافظة بأخذ دورهم الرقابي
بالإضافة إلى الرقابة الشعبية التي وصفوها بالأقوى. المبالغ الطائلة في الموازنة وغياب مجالس المحافظات يجعل محافظ البصرة أمام تحديات كبيرة عليه أن يقوم بها من مشاريع جديدة في البنى التحتية وما إلى ذلك. بنفس الوقت أنه غياب الرقابة على هذه الموازنة يجعل منها لقمة سائغة لبعض الجهات المتنفذة والجهات الحزبية، وهذا بحد ذاته هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق محافظ البصرة. هذه المبالغ يجب أن تستثمر بشكل صحيح وتستثمر وفق رقابة شعبية ورقابة منظمات مجتمع مدني ورقابة إعلامية ورقابة حتى من مجلس النواب، وعلى نواب البصرة أن يأخذوا دورهم الرقابي الحقيقي الصحيح في مراقبة عمل الحكومة المحلية. البصرة والتي حصلت على 2 مليار دولار يأمل البصريون منها بإنجاز مشاريع استراتيجية وحيوية تخدم المدينة الاقتصادية في ظل وجود رقابة شعبية على صرف تلك الأموال. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات نصب كاميرات مراقبة في محطات الاقتراع لمنع أي محاولة للتلاعب والتزوير بنتائج التصويت. وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن العمل جار وفق الإجراءات لتطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أن القانون يحتوي على الكثير من المواد والفقرات وإن المفوضية ملتزمة بتطبيقها، ومن ضمنها إنشاء مراكز لتدقيق المحطات في المحافظات كافة، وكذلك العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج بعد 24 ساعة من إجراء الاقتراع. تتسابق الأحزاب السياسية للتسجيل بمفوضية الانتخابات وخوض غمار الاقتراع في ظل توقعات بوصول عدد التحالفات إلى 41 تحالفا قبل غلق باب التسجيل. 269 حزبا مجازا مسجلا في دائرة شؤون الأحزاب بمفوضية الانتخابات حتى الآن. باب تسجيل التحالفات فتح في الأول من تموز وسيمتد لنهاية هذا الشهر، ويغلق معه تسجيل الأحزاب الجديدة وناقصة المعلومات. اليوم ابتدأنا تسجيل التحالفات واللي تاريخ يبدأ من 1/7 إلى 30/7، وبالنسبة لتسجيل الأحزاب هو مستمر، يعني ما عنده سقف زمني، لكن الأحزاب اللي لها حق تشترك بالتحالفات من 1/7 إلى 30/7. عندنا التحالفات نوعين، يعني نوع اكو ابداء الرغبه، التحالفات القديمه تبدا رغبه للمشاركه، والتحالفات الجديده يسمونها تسجيل تحالف جديد. قيد التسجيل عندي 77 حزب. اداريا وفنيا وماليا تقدمت مفوضيه الانتخابات بهذه الجوانب كثيرا، وتحاول ان تسبق موعد اجراء الانتخابات المحليه في اكمال واجباتها واستعداداتها للأجواء الانتخابية المقبلة والتي يتطلع الجميع لنجاحها. الجانب الإداري اليوم كل المكاتب جهزت لجانها للعمل باختصاصاتها. الجانب المالي تعرف المفوضية استلمت الدفعة الأولى، والآن هذه الدفعة بإمكاننا أن نسير عملنا. الوضع الأمني الآن شكلت لجان، وتم تشكيل اللجان العليا الأمنية في المحافظات بقائد عمليات أو قائد شرطة لأن حسب تبعتها الأمنية وإداريتها. 77 حزبا لا تزال إجراءات تسجيلها قيد الدراسة في مفوضية الانتخابات، فهذه الأعداد الكبيرة من الأحزاب كلها ترغب في المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، ومتوقع بأنها ستتجاوز 41 تحالفا قبل غلق باب التسجيل. وفي خضم الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، دائرة شؤون الأحزاب تباشر بفتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب ولمدة 30 يوما
من موعد بدء التسجيل. أحمد ليث بغداد، قناة الرابعة. كشف مرصد العراق الأخضر عن نفوق ملايين الأسماك في محافظة ميسان نتيجة قلة المياه. المرصد في بيان حذر من أن صيف العراق المقبل سيهلك الثروة المائية والحيوانية للبلاد، مبينا أن السلطات العراقية تاركة قضية المياه لحلول السماء لا للتفاوض مع دول الجوار. وأوضح المرصد البيئي أن الجفاف لا يقتصر على مناطق الجنوب مثل الأهوار والأنهر الفرعية، بل أعالي نهري دجلة والفرات الواقعة بالمناطق الوسطى والشمالية. مشحوفنا طر الموت، مشحوفنا طر الموت، هاي الكلمة صارت بديلة لكلمة مشحوفنا طر الهور. مع الأسف، مع الأسف والله، مع الأسف. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب، لا حول الله. لا إله إلا الله. هسه شوفوا، هذا مو هذا موت، موت هذا موت. هذا ايش قد تقدرون هسه؟ هاي 3 امتار عرض، هذا 3 امتار عرض او مترين ونص مثلا، وطول اكثر من كيلو متر على هالكثافه من الاسماك. تخيل يعني هذا هسه طول المكان اللي شارين فيه هذا السمك الميت ما يقارب اكثر من كيلو متر، اكثر من كيلو متر. اوكي، وهذا مليارات السمك. انعاش الهور على القنوات وعلى الشطوط، انقطعت الشطوط بعد. ما رد، ما قلنا الدولة بعد، ما رد ماكو هنا نسوي شوارع. هاي شوف انت، هاي صار له 14 من جت الماي، ما الامطار على الامطار فقط. ايه؟ بس على الامطار. اي صحيح، يا ما الامطار ماكو ويا زياده. والله صحيح. ايه؟ شوف هاي شختوره شلون الشق السمك وتطلع باوة. ايه هاي شوف. هذا ووجهت وزارة البيئة نداء إلى وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات إلى الأهوار. الوزارة في بيان ذكرت أنها وجهت نداء بزيادة الإطلاقات المائية للأهوار، لا سيما هور الحويزة في محافظة ميسان، وأضافت أن هذا الهور يعاني من كارثة بيئية بسبب الجفاف وقلة الإطلاقات المائية. وللحديث عن الجفاف وأيضا مخاطره ينضم معنا عبر سكايب من ميسان الخبير المائي جمعة الدراجي. أهلا بك سيد جمعة. أهلا وسهلا، حياكم الله وسلام عليكم بخير لمناسبة عيد الأضحى. أهلا وسهلا، شكرا لك وانت بألف خير. بداية سيد جمعة، يعني مخاطر الجفاف وأيضا قلة المياه بانت أثارها، يعني حيث تم الإعلان على نفوق ملايين الأسماك في ميسان، وأيضا كما شاهدت في هذا التقرير، يعني هل من معالجات تلح بالأفق؟ تفضل. نعم، حقيقة هذه اليوم الرسالة التي وجهها الناشطون في محافظة ميسان، الناشطون البيئيين، وصلت إلى مستويات وإلى تداول إعلامي ورصد إعلامي كبير، وكانت لها صدى واسع
لدى الأوساط الثقافية والاجتماعية، وهي تنظر بكارثة بيئية حقيقية. حقيقة أن الأسماك التي تداولتها الفيديوهات هي تنوع بيولوجي مرئي بالعين، ولكن هناك تنوع بيولوجي كبير وضخم في هذه المحميات الرطبة في جنوب العراق في الأغار غير مرئية، لا سيما وأن هناك كائنات حية وتنوع أحيائي غير مرئي. ومع أن هناك اعتراف دولي متزايد بأن التنوع البيولوجي يشكل قيمة حيوية ضخمة للأجيال الحالية والأجيال القادمة، ومنذ عام 1988 وجه برنامج الأمم المتحدة البيئي إلى إعداد صك قانوني يحمي هذه المواقع، وتمخضت عنه اتفاقية التنوع البيولوجي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1993. طيب، وهنا معنى ذلك أن لدى العراق هناك صك قانوني يمكن أن يتوجه به إلى المنظمات الدولية المتخصصة. لكن السيد جمعة يعني نعم. لكن الحكومة لم تتحرك بشكل حاسم نحو دول الجوار لزيادة حصة العراق المائية. طيب، هنا ما الذي يعيق ذلك؟ وأيضا لماذا لم تستجب عفوا دول المنبع لهذا الموضوع الخطير الذي نواجهه الآن؟ يا سيدتي، كيف تستجيب دول المنبع أو دول التشارك المائي ولم يكن هناك توجه عراقي جدي في هذا الموضوع؟ أنا أسترسل بالحديث وأقول لك أن لدى العراق وثيقة قانونية مهمة هي اتفاقية التنوع البيولوجي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1993 ومطع عليها دول الجوار، وبالإمكان التوجه إلى المنظمات الدولية لحماية هذه البيئات. احنا الآن نتحدث عن هلاك التنوع البيولوجي، لكن التوقع هلاك الإنسان، يعني الإنسان اللي يعيش بمناطق هذه وين راح يعيش؟ وين راح يتوجه؟ وين راح يسكن؟ وين راح يمارس طقوسه؟ وين راح يمارس حياته الاجتماعية والثقافية؟ وهذه المواقع صار لها آلاف السنين وبنت فيها حضارات، كيف يمكن للحكومة العراقية السكوت على هذا؟ اليوم سمعنا فقط وزارة الموارد المائية تناشد، أو وزارة البيئة تناشد وزارة المائية على إطلاق كميات من المياه. هي وزارة الموارد المائية ليس لديها حل، لأنها لم تكن تأخذ دورها الحقيقي. لديها بيانات ولديها رصد بأن هو الأمور راح تؤول إلى هذه النتيجة، ولكنها لم تتحرك بصورة جدية وبصورة فاعلة. وعلى مدى السنوات كل الناس والناس المختصين بهذا المجال يطالبون ولكن دون نتيجة. نعم. طيب سيد جمعة، يعني كما تحدثت أنت، في حال استمر الحال على ما هو عليه وسط صيف حار جدا وجاف جدا، يعني طيب ما هي الآثار السلبية التي سيخلف نقص المياه على الزراعة وأيضا الثروة الحيوانية وأيضا الإنسان بطبيعة الحال؟ يا سيدتي، الوضع كارثي لا شك، يعني لا يمكن أن أحد يتحدث عن الواقع. قلت لك أن هلاك التنوع الأحيائي موجود الآن مشاهدة بالعين، لكن هناك تنوع أحيائي انتهى على مستوى المشاريات، ولكن يصل الإنسان، يصل هذا الهلاك إلى الإنسان، الناس اللي عايشين بهاي البيئات. اليوم الناس وصلوا رسائل قوية، رسائل تنذر بالخطر، أحدهم يمزق ثيابه، الآخر يرفع الأسماك النافقة في الهواء وينصرها ويتجه بها إلى الحكومة. الآن هناك مناشدات كبيرة، احنا نحب دورنا أيضا من خلال هذا المنبر الإعلامي المهم أن نوجه الدعوة إلى الحكومة لمعالجة حقيقية ومعالجة عاجلة لهذه المواقع اللي طيب الآن شحت عنها المياه. لم يكن الآن الزراعة، وإنما مياه الشرب وصلت، مياه اللي تنمي واستدامة هذه. طيب سيد جمعة، حضرتك خبير مائي، يعني
هل من حلول من الممكن طرحها لتفادي الأضرار؟ وأيضا ما المطلوب من الحكومة لإنقاذ هذا الوضع المائي المأساوي؟ نعم، على الحكومة الآن التصرف بالتوجه إلى دول المنبع بالطرق الدبلوماسية، بالطرق القانونية، بالطرق التجارية، بكل الطرق، بكل الوسائل. الآن الوضع كارثي، ويمكن عرض هذه الحالة، نفس هذا الفيلم الذي عرض الآن على شاشتكم يكون وثيقة دامغة ممكن التوجه بها إلى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة. الآن الوضع لا يحتمل الوقت ولا يحتمل مزيد من التفاوض أو مزيد من تسبيل الوقت. الآن الوضع مزري وخطر ويوزر بكارثة بيئية حقيقية واضحة للعيان. نعم، الخبير المائي السيد جمعة الدراجي كنت معي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أهلا بكم. أمنيا، وجهت طائرة F-16 العراقية ضربة موجعة لأوكار إرهابية في قطاع عملية صلاح الدين، قيادة العمليات المشتركة. وفي بيان ذكرت أن صقور F-16 نفذوا ضربة موجعة استهدفت أوكار الإرهاب في منطقة الحضر ضمن قطاع عملية صلاح الدين، مشيرة إلى أن داعش الإرهابي تكبد خلالها خسائر في الأرواح والمعدات. كشف تحالف الفتح عن دوافع انتخابية وراء الترويج للعفو العام وإخراج القاتلة من السجون مقابل الحصول على أصوات الناخبين. عضو الفتح علي الفتلاوي قال إن تحالفه لن يسمح بأن تتم المصادقة على قانون العفو العام بصيغة تسمح للقاتلة والمجرمين بالخروج من السجن والحصول على الحرية، مشددا على ضرورة تنفيذ القصاص العادل بحق كل من أرق دماء العراقيين. وجهت وزارة النقل بتخصيص الطائرة الحديثة لتفويج الحجاج العراقيين من السعودية إلى العراق. وذكر بيان لوزارة النقل أن خطة التفويج العكسي للعراقيين من حجاج بيت الله الحرام تبدأ بدءا من يوم غد الاثنين بإشراك الطائرات الحديثة من مطارات السعودية إلى المطارات العراقية. بجهود شخصية بادر أهالي قرية كومبيتلر في كركوك بحملة تنظيف وإعمار لشوارع وأزقة القرية لتصبح من أجمل القرى في المحافظة من حيث النظافة والألوان الزاهية التي تجذب الناظرين. بهمة الشباب وتوجيه كبار القوم، كومبيتلر القرية التي دخلت الجمال والنظافة من أوسع أبوابها لتتميز بألوانها الزاهية وعلاماتها الدالة على الرقي. أهالي القرية أشادوا بالتكاتف والترابط الذي جمعهم من أجل أن تكون بيئتها مميزة. قريتنا هو نسميه عراق، قرية عراق مصغر بألوانها الزاهية وبنشاطاتها وحبها للحياة. عندنا طبعا احنا لجنة خاصة يتكون من مختار القرية و15 شخص عضو ضمن القرية يتدارسون في فعل أي نشاطات يقترح لهم من قبل أهل القرية. ما فعلناه في تغيير معالم هذا الفرع أو الأفرع الباقية هو تزيين وتلوين، والسبب هو حبنا للحياة وما عاناه الأكبر من عندنا. احنا ما نريد انه يعاني نفس الحالة الأطفال في المستقبل. زقاق في قرية تحدى مقاييس النظافة والجمال ودخل موسوعة الطبيعة الخلابة بألوان تسر الناظر. يسكن قرية كومبيتلر التابعة إلى ناحية يايتشي غرب كركوك ذات الغالبية التركمانية قرابة 400 منزل تجمعهم محبة الوطن والانتماء لأرضه، وهو ما دفع شباب القرية لتغيير مظهر قريتهم لتتميز
بألوان الفرح والبهجة. نشئ جيل محب للسلام، محب للمحبة، محب للتعاون بيناتهم. وعد نفوس قريتنا ما يقارب 2000 نفر، يعني تقريبا 400 بيت. وهذا مشروع، يعني مشروع شبابنا قاموا به بجهود شبابنا، بجهود ذاتي، يعني ألوان يعني زاهية فرعنا. ونحن نتمنى يعني هذا المشروع يتعمم على مستوى الكركوك، على مستوى العراق، حتى ننشئ جيل جديد يعني محب للسلام، محب للتعاون، حتى ننسى أيام الحروب، ننسى أيام القهر، ننسى أيام الظلم. ولدنا ما شاء الله يعني عندهم هاي اللي شفتوا مسوين صبغ ما صبغ، يعني الحمد لله التعاون بيناتنا زين وقريتنا نظيف. احنا مسوين الزرع ما زرع وملونين البيت ما بيت على مود جهالنا، الجهالنا يفرحون ويتونسون ويطلعون، وهاي إلنا يعني احنا ما شفنا، خلي الجهال يشوفون، خلي الجهال يفرحون. مختار المنطقة بيّن أن تميز القرية لم يكن وليد اليوم، بل هو متوارث من الآباء والأجداد، وهي طريقة لنبذ الماضي الملطخ بالحروب والخوف والدمار، ورسالة لبناء عراق جديد يحمل البهجة والتفاؤل. قرية كومبتلر قرية قديمة منذ أكثر من 400 سنة، قرية كومبتلر قرية التركمانية أصيلة، قرية كومبتلر يحب المبادرة بالمناسبات وبالأعياد، تنظيف الشوارع والأصباغ الحيطان والزرع أشجار، حتى واحد من يطلع شوي يرتاح، جهالنا يطلعون يرتاحون يشوفون الأصباغ ويتعلمون على التنظيف طبعا. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. أهلا بكم من جديد. عربيا ودوليا، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونقلت المصادر أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية الشرطة الإسرائيلية. لجوء إسرائيل إلى تشكيل ميليشيات مسلحة للمستوطنين أثار غضب وسخط الفلسطينيين في وقت طلبت الأوساط الشعبية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنهاء التجاوزات الإسرائيلية. في وقت تزداد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، يذهب الاحتلال لتشكيل ميليشيات مسلحة تتكون من قطعان المستوطنين تهدف للاستفراد بالشعب الفلسطيني عبر الإمعان بعمليات القتل والتخريب. هجوم المجموعات الإرهابية للمستوطنين على القرى وعلى الآمنين في الضفة الغربية تهدف بالدرجة الأساسية إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينيين ودفعهم باتجاه التهجير ومغادرة الأراضي. هذا مخطط قديم جديد، الهدف منه تنفيذ خطة الحسم ضمن تقاسم وظيفي ما بين الجيش وميليشيات المستوطنين المراد تشكيلها، بهدف إرهاب الشعب الفلسطيني ودفعه إلى اليأس والإحباط والانكفاء على الذات. ممارسات المستوطنين الإجرامية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وبوحشية لا توصف يأتي بدعم من قبل قادة الاحتلال، وتشكيل الميليشيات المسلحة يكشف عن مشاركة كل المستويات السياسية في إسرائيل في رفع وتيرة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. مع تصاعد الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين ضد أهلنا وشعبنا وقرانا في الضفة الفلسطينية، وكان آخرها إحراق حوارة وترمس عيا، هذا بتشجيع من حكومة الاحتلال الصهيوني وخاصة وزير المالية ووزير الاستيطان سموتريتش الذي يدعو إلى أن تتصاعد عدوانات المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الفلسطينية. المستويات الفلسطينية كافة طالبت المجتمع الدولي
موقفا حقيقيا وعمليا من الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على فكفكة هذه المنظمات الإرهابية. الدعوات الجديدة لتشكيل المستوطنين لميليشيات مسلحة في الضفة الغربية تكشف عن الوجه الفاشي الحقيقي لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تتباهى دائما بقتل وتشريد الفلسطينيين. محمد البلبيسي، قناة الرابعة، فلسطين المحتلة. تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية في سماء حمص، وبحسب وسائل الإعلام السورية إن طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه محيط مدينة حمص، مضيفة أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المحافظة ناجمة عن الانفجار الأولي لصواريخ الدفاع الجوي السوري لدى تصديها للهجوم. تراجعت حدة أعمال العنف في فرنسا في وقت نشرت السلطات عشرات الآلاف من قوات الشرطة والدرك، وبحسب شهود عيان إن الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة رغم وجود بعض التوتر وسط باريس. واشتباكات متفرقة من مدن مارسيليا ونيس وستارتنبورغ يأتي هذا فيما طبقت نحو 20 مدينة حظرا ليليا للتجوال للحد من أعمال الشغب. في الأثناء أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلارناند دارمانان نشر 45 ألف شرطي وعنصر مكافحة شغب لاحتواء الاضطرابات التي تشهدها مدن فرنسية. وقال وزير الداخلية أنه ستتم تعبئة 45 ألف من رجال قوات الدرك الخاصة والشرطة مرة أخرى لمواجهة خطر حدوث مزيد من العنف. وبحسب آخر تقرير صادر عن وزارة الداخلية تم اعتقال 1311 متظاهرا على خلفية الأحداث. أعلنت أوكرانيا إحباط هجوم جوي روسي على كييف فجر اليوم، وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن الدفاعات الجوية دمرت كل الأهداف لدى اقترابها، مشيرا إلى عدم ورود معلومات عن خسائر محتملة من الأرواح أو أضرار مادية. من جهته قال الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة خلال محاولة وحداتها التقدم قرب باخموت. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. بطلب من العراق اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والسويد تتصل من حارق القرآن، وبغداد تتحرك لاسترداده. تدخل بخلال مواد ممنوعة الكشف عن 20 منفذا في كردستان، ومطالبات ببسط سيطرة المركز عليها. ينذر بصيف جاف نفوق ملايين الأسماك في ميسان، مرصد بيئي ينتقد الحكومة تاركة الأمر بيد السماء. تراجع نسبي لأعمال العنف في فرنسا، السلطات تحظر التجوال الليلي في 20 مدينة لاحتواء الاحتجاجات. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا الرابعة دوت تي في. شكرا لكم وإلى اللقاء.